لو الحكاية فيها إن فيتو نزيد نوصل رسالة واضحة للعالم في الخارج وفي الداخل. في مصر الحمد لله بخير، في مصر يعني إن شاء الله المصريين مصممين على استكمال خريطة الطريق، ونبدأ بقى نتجاوز الخلافات والاختلافات ونبدأ نركز في بناء البلد. مصر محتاجة إعادة بناء بشكل واضح جدا خلال الفترة الجاية، مش هنعمل ده غير واحنا كلنا على قلب رجل واحد ونتجمع وننسى خلافاتنا. واعتقد ان شاء الله الرسالة اللي بيديها المصريين هي في هذا الاتجاه. المصريين عايزين استقرار بقى سياسي، عايزين اوضاع امنية مستقرة، عايزين اقتصاد منتعش عندنا، عايزين فرص عمل للشباب. يعني هو ده اللي احنا محتاجينه الفترة الجاية، ودي الرسالة الأساسية.